فضيحة مدوية. المخابرات الجزائرية التابعة لنظام الكابرانات العسكري تفشل في تنفيذ مخطط اختطاف الإعلامي والمعارض الجزائري من داخل طائرة تركي لدى وصولها إلى مطار إسطنبول. وتقول المعلومات التي كشفها المعارض أنور مالك من مطار إسطنبول بأن السلطات الجزائرية أو مخابراته حاولت اختطاف الناشط أو المعارض الجزائري عن طريق الاستعانة بمافيا تركي. وقال الدكتور أنور مالك الكاتب والحقوقي والباحث في الشؤون الدولية تفاصيل مثيرة حول مخطط اختطافه في تركيا من داخل الطائرة باستخدام المافيا التركي. وقال الإعلام الجزائري في تغريدة له عبر موقع تويتر: كما تلاحظون عقب إطلاق سراحه وترحيله إلى فرنسا، لقد كنت ضحية مخطط اختطاف في تركيا من داخل الطائرة والذي نسجته المخابرات الجزائرية مع شبكة مافيا في إسطنبول. لديها امتدادات داخل الأجهزة الأمنية التركية التي وضعت خطة مقننة بمذكرة منع دخول للبلاد. ويضيف المتحدث بلهجة ساخرة: على أساس أنني أشكل خطرا على الأمن القومي التركي، ولكن الله سلم ونجوت من الترحيل نحو الجزائر. ودعا أنور مالك الرئيس التركي أردوغان والسلطات التركية إلى فتح تحقيق معمق في واقعة محاولة اختطافه وتسليمه إلى نظام العصابات الحاكم في الجزائر والذي يحكم البلاد بقبضة من حديد بعدما أتاها على ظهر دبابة. أنور مالك هو ضابط عسكري جزائري سابق وحاليا لاجئ في فرنسا، أكد تعرضه لمحاولة الخطف من طرف الأمن التركي في إسطنبول أحد الماضي، مؤكدا بأنه كان على وشك التسليم إلى سلطات بلاده حيث يمكن أن يتم تعذيبه وسجنه وربما اغتياله حتى. وسبق لأنور مالك أن أكد في شريط فيديو خلال مقابلة أجراها معه العسكري اللاجئ أيضا في فرنسا هشام عبود بأنه لا يقع تحت طائرة مذكرة توقيف دولي صادرة عن الجزائر، كما أنني لست مدرجا على لائحة الإرهابيين والتي أعلنت عنها السلطات الجزائرية في ماي الماضي، والتي يوجد عبود أيضا ضمن قائمة المطلوبين بها، وعدد من النشطاء التنظيميين محظورين مثل منظمة رشاد الإسلامية وحركة استقلال القبائل الانفصالية كما تسميها الجزائر. ونقلت صحيفة لوغان إنديبندنت الجزائرية عن مصدر بمطار إسطنبول بأن تركيا لا ترحب بأنور مالك على أراضيها لأنه محل قرار بمنعه من دخول البلاد، وقد بلغناه بذلك عندما وصل مصلحة مراقبة جوازات المسافرين. وحسب الصحيفة دائما فإنه لم يتم احتجاز السيد مالك، بل جرى ترحيله إلى باريس باعتبارها الجهة التي قدم منها، وذلك بعد مرور 5 ساعات فقط من انتظاره. نافيا أي المصدر كل الأخبار التي تم ترويجها بأن الجزائر طلبت من تركيا تسليمها، لكن الواقع يكشف عكس تصريحات هذا المسؤول ويؤكد بأن الجزائر كانت تقوم بجهود جبارة وحثيثة من أجل تسلم أنور مالك سجنه أو تعذيبه أو حتى قتله كما قلت قبل قليل. ويعد أنور مالك من المعارضين الذين يسببون إزعاجا كبيرا للجزائر، وذلك بسبب نشاطهم المعادلة والذين تتهمهم الجزائر بخدمة أجندات أجنبية. ومن ضمن هؤلاء أيضا هناك أمير بوخاص الشهير بأمير ديزاد واللاجئ أيضا بفرنسا والذي طلبت الجزائر رسميا تسليمه، وكذلك فرحات مهني رئيس حكومة القبائل المطلوب أيضا من طرف الجزائر بشبهة الإرهاب، وهو كذلك لاجئ بفرنسا زيادة على زعيم رشاد محمد العربي زيتوت والذي يملك حق اللجوء السياسي ببريطانيا، والمتهم هو كذلك بالإرهاب أيضا.